حديث عن شهر الصيام، شهر الفضيل، ومختلف النصائح ليكون نصائح طبية طبعا ليكون صيامنا صحيا، ولكي نتغلب على بعض العادات الغذائية التي قد تقلل من الاستفادة من هذا الشهر الفضيل على الأقل من جانب الصحي، وكذلك لمختلف النصائح والإرشادات الطبية. يلتحق معي على المباشر وعبر السكايب الدكتور محمد كواش، طبيب عام من ولاية عين دفلة. دكتور صباح الخير. صباح النور أخي مرود، رمضان كريم لك ولكل طاقم النهار وإلى كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. اللهم أمين. نبدأ دكتور، دائما شهر الصيام نحن كمجتمع في كجزائريين عندنا ربما عادات غذائية خاصة بهذا الشهر الفضيل، لكن عادات غذائية جميلة وتقاليد جميلة، ولكن يعاب عليها بعض النقاط السلبية التي قد تؤثر على استفادتنا من هذا الشهر الفضيل. بداية دكتور، عندما نقول تغذية صحية سليمة في الشهر الفضيل، ما هي الأمور التي يجب أن نتفاداها في هذا الشهر الفضيل لصيام صحي؟ شكرا. نقول أن الصيام له فوائد جمة متعلقة بتقوية المناعة والجانب الصحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا صوموا وتصحوا، لأن بعد الدراسة اللي طلعت عليها موجودة في العالم تقول أن بعد 3 أيام صيام سوف تنشط المناعة وتكون هناك تجديد للكريات الحمراء وتجديد للكريات البيضاء تكون بشكل قوي جدا. إذن بعض العادات السيئة التي نلمحها ونشاهدها عند الجزائريين اللي نتمنى فقط أننا نحن نضعها تتصرف المشاهد الكريم باش يتجنبها، وهي الأكلات الثقيلة. المفروض أن شهر الصيام لا يعني أننا نعوض ذاك النهار اللي صمناه كامل بأكلات ثقيلة جدا يصعب هضمها أو الأكلات الدسمة أو السكريات القوية. إذن المفروض أن ندخلنا في شهر الصيام لتعويد الجسم على الصبر ولتجديد القدرات تاعنا، وكذلك تصفية الجسم من السموم اللي 11 شهر ونحن نأكل بشكل فوضوي. إذن المفروض أن شهر الصيام نقص فيه في الميزان وليس أننا نزيد في الميزان، هي فرصة لتعديل نمط الأكل تاعنا وتعديل الحمية تاعنا، وكذلك القضاء على كما قلت في البداية على السموم اللي تحصلنا عليها طوال السنة. طيب، عندما نتحدث عن هذا النمط الغذائي الخاص بالشهر الفضيل، طبعا ربما نتحدث عن فترة الفطور أكثر شيء. هذه الفترة دكتور ربما يصاب فيها الكثير من المواطنين بنوع من التخمة، باش نتفادوا هذه التخمة وما عليها من تأثيرات سلبية على صحة الصائم، كيف يمكن أن نتفاداها وما هي الوجبات التي ربما من المستحب أن نبدأ بها وجبة الفطور، ومثل ما قلت نجنب ربما الأعراض السلبية خلال. نعم، شكرا أخي مولود. نقول لك أن أغلبية المواطنين في شهر رمضان يعانون ببعض الأعراض المتعلقة باضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجة سوء البرمجة في الأكل والأكلات الثقيلة. يعانون من مثلا من حرقة المعدة، من ألام المعدة، من التخمة، من الإمساك. هذا راجع ربما الإمساك راجع لأننا ما نتناولوش كمية معتبرة من المياه، يعني الناس ربما تشرب الحلوى، تشرب السوائل الحلوة بشكل كبير أو المشروبات الغازية، فهذا يؤدي إلى الإمساك. كذلك الحرقة تاع المعدة بفعل ربما يأكل ويرقد مباشرة خاصة بعد السحور أو أنه يأكل بكمية معتبرة. كذلك الامتلاء البطن، يعني يأخذ كمية معتبرة، يعني عندك وقت من الفطور عندك فترة طويلة إنسان يأكل بالعقل، ومن ناحية يأكل السوائل يعني حاجة كما احنا نأكل الشوربة مثلا أو السلطة كلها مفيدة جدا، ومليح أن نبدأ الأكل تاعنا بالتمر والحليب، لأن الجمع بين الحليب فيه بروتينات وفيه الماء وفيه أملاح معدنية والتمر فيه سكريات، هذه كبداية. ثم ندخل تدريجيا وليس نأكل بشكل سريع جدا، والأكل بشكل سريع كذلك يسبب تخمة والكمية الكبيرة، الإنسان ماذا بيه أنه ما يأكلش كمية كبيرة، لأنه إذا كلا كمية كبيرة يعني في فترة قصيرة راح يصاب بتخمة، وهذه التخمة نشوف بعض الحالات وين يجونا ألام في المعدة واضطرابات في الهضم وكذلك
حالة تقيؤ أكرمك الله أو تسممات غذائية بفعل هما الإنسان وبعض الأشخاص اللي تغلبهم نفسهم يعني وين يروحوا يشري كل حاجة يشري، وبالتالي قد بعض المأكولات اللي تكون مشبوهة كالشربات مثلا اللي يشريها بما المصادر مشبوهة أو بعض الفواكه اللي بما ما تكونش تكون معرضة في الجو في الشارع تحمل بعض الميكروبات. ونحن الآن في فترة الوباء ماذا بنا أننا نحافظ على المناعة تاعنا بشكل صحيح حتى نواجه كورونا فيروس. أثرت نقطة مهمة جدا دكتور، وهي شراء بعض المواطنين بعض المواد الغذائية خصوصا سرعة التلف منها على حافة طرقاتنا. ننصحوا المشاهدين أن يتجنبوا شراء خصوصا المواد الغذائية الحساسة سريعة التلف في مثل هذه الأماكن التي ربما قد تكون عرضة للغبار أو مختلف الفيروسات. أكيد والله نشوف بعض المظاهر وحتى نطرح سؤال على المواطن يعني كيفاش تخليه نفسه أن يشري بعض المقتنيات اللي تكون معروضة في الشارع. نعطيك مثال، نجد بعض الأحيان الخبز البيت الخبز الدار يطيبه في الدار أو حتى الخبز اللي يوجد في المخبزات معروض في الشارع، والشارع نشوف هناك غبار وتطير لغازات صادرة عن المركبات وما حتى اللمس العشوائي لتلك المنتوجات. بعض المشروبات الغازية تكون موضوعة في الشارع وهي تحت أشعة الشمس الحارقة في بعض الأحيان، وأشعة الشمس زائد المواد الحافظة زائد المواد الصبغيات الموجودة في المشروبات الغازية أكيد أن يكون هناك تفاعل كيميائي حتى مع العلبة البلاستيكية، كلها أمور تأثر على صحة المواطن. إذن المفروض أن الإنسان يتعامل بحكمة، وهذا الشهر ما هو الشهر الأكل والشرب ولكن هو شهر الصيام، لأن المغزى وما لو تسمح لي نتكلم على المغزى من الصيام. لماذا الله عز وجل شرع علينا الصيام؟ الصيام عنده أبعاد نفسية صحية اجتماعية ثقافية وروحانية. إذن المفروض أننا نصوم باش نقضوا على السموم الموجودة في الجسم، هذا من جانب. كذلك الجانب الاجتماعي نحاول نتقربوا مع بعضنا بعض في الأسرة، لأن تقريبا أخي مرود إحنا الشعب الجزائري نأكل بشكل يعني دائما كما نقولوا بالتزاماتنا عديدة ولا تجتمع الأسرة. إذن هذه فرصة لنجتمع حول مائدة واحدة لنراقب بعضنا بعض، لأن نعاني في الأسرة الجزائرية من التواصل الاجتماعي من التواصل في بيتنا، لأن كل واحد لها بالتليفون تاعه ولا بالطابلة تاعه ولا بالقناة اللي يحب يتبعها، وبالتالي ما عندناش تواصل. فرصة لنجلس حول مائدة واحدة ونتواصل اجتماعيا ونتواصل في بيتنا، هذا ما يرجع ترابط الأسرة. لأن أخي مرود بكري كانت القهوة تاع الحشية عندها نكهة عندها خاصية نجتمع كامل عليها، لأن نشرب القهوة على البوطاجي ونجو رايحين. وهي فرصة للعبادة مثل ما تفضلت دكتور، كذلك فرصة للتلاحم والتضامن، والحكمة ربما من الصيام بصفة كبيرة هي التفاتة للناس الفقراء والأسر المعوزة والمحتاجة، وهذه فرصة كذلك لنتضامن مع هذه الفئات الهشة في المجتمع ولنحس بوضعيتها المعيشية. كذلك شهر الصيام قد يكون فرصة اللي حابين يعملوا ريجيم دكتور، أو حتى ربما قد تكون كذلك فترة لإصابة الشخص بأعراض السمنة. كيف يمكن نتفادى خصوصا مع فترة الحجر اليوم مع هذا الفيروس، تفشي هذا الفيروس، يعني تواجد الناس لفترة طويلة في البيوت، كيف يمكن أن يكون صيامنا مفيد لصحة الإنسان ونتفادى السمنة؟ والله يا أخي مولود أثرت نقطة مهمة جدا. في رمضان تاع السنوات الماضية ربما كان الإنسان مضطر أنه ربما يصوم ربما يسهر شوية وصباح يروح العمل. الآن نحن الآن أمام وضعية كارثية متعلقة بالأكل والصوم والنوم. إذا الإنسان نايم وهذه فرصة ربما باش راح يتحصل على ميزان أو سمنة، والسمنة يعني شيء مخالف لمبدأ الصيام. إذا هذه فرصة للناس اللي ربما عندهم ارتفاع بنسبة الكوليسترول أو الدهون في الجسم أو حتى بالنسبة لتعديل السكر أو حتى بالنسبة لتعديل الضغط، لأن نطالب من إحنا أصحاب الضغط الدموي نقول لهم نقصوا الملح. الإنسان راه فترة طويلة وهو صايم أكيد أن راح تنخفض عنده نسبة الأملاح في الجسم وتنخفض نسبة الضغط. إذا كان وكذلك أصحاب الأمراض مرض السكري كذلك نطالبهم أنهم يحافظوا الحمية. يعني واش من فايدة صباح يوم كامل وأنت صايم ثم تعوض لكل الأشياء اللي فقدناها في النهار تعوضها بشكل كبير جدا، لأن
المصروف اللي نصرفوه احنا في شهر رمضان راح اكثر من نصرفوه في ربما في 6 اشهر. اذا المفروض ان نحافظ على نفس الريتم من الاكل وليس الاكل الثقيل جدا. هذه فرصه جدا مهمه لوضع الحميه اللي حنتعود عليها في فترات مختلفه. اثرت نقطه كذلك مهمه اخي مولود، وهي نشعر بالفقراء ونشعر بالناس اللي ما عندهاش، وفرصه للتلحم المجتمع. نفكر في جاري، نفكر في اختي، في اخي، في صديقي، في جاري، في صديقي في العمل وما يعاني من وضعيه اجتماعيه. نلتفت اذا كانت عندنا خبزه نقسموها وما نبذلوش، لان هذا الشهر هو شهر العباده وليس شهر التبذير. دكتور، تحدثت عن الذين يعانون من مرض السكري، رغم ان الكثير من الاطباء ينصحون المصابين بمرض السكري بعدم الصيام لما يحمله أو يشكله خطر على صحتهم. لكن هنا دكتور نقدر نقول أنه لحب صوم من الذين يعانون من هذا المرض يستشير الطبيب حسب حالة الصحية تاعه. أكيد أخي برود، نقطة مهمة جدا وهي أصحاب الأمراض المزمنة والصيام. نلتقي في العيادات، كل الأطباء نلقى مشكل مع المريض في بعض الأحيان للتواصل معه ولإقناعه، وحتى الأهل يقولون نلقوا مشاكل في إقناع المريض بعدم الصيام. نقول نذكر فقط مثلا بالنسبة للجانب داء السكري، داء السكري ينقسم إلى قسمين، كان النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول هو الأخطر، يعني الناس اللي تستعمل الأنسولين. الأنسولين هم مضبوطين بتوقيت معين. نقول له باللي اذا كان عندك اضطرابات ونسبه السكر عندك ماهيش معتدله، راك حتاثر على الرؤيه، تاثر على جهاز القلب وتاثر على جهاز الكلى. المفروض ان الطبيب تاعك هو المسؤول. يعني علاش الانسان يقلق روحه؟ هذه رخصه الهيه طهرك الله عز وجل، كما انا وانا في الحضر الناس عندها رخصه باش تعمل. يعني نقول باللي حتى العمل تاعهم كيطرهم رخصه ماهمش فرحانين به، لكن هما مجبرين. اذا هذه رخصه اعطاهالك الله عز وجل، لانك اذا صمت راك حتاثر على الحاله الصحيه تاعك وتدهورها. يعني اذا افطرت بهذه الرخصه فانت ماجور، لكن اذا صمت والله عز وجل عطاك رخصه من عند الطبيب بانك ما تصومش، راك حتاذي الصحه تاعك وحتى تحدث اضطراب في الاسره، لان حيتقلقهم وتمرض وتزيد الحاله تاعك. كاين بعض الحالات بالنسبه لي مرض القلب، يعني ومرض الشرايين عفوا، هم يعانون من نوبات مختلفه، محتاجين الى ادويه مثل المفاعل النووي. المفاعل النووي له تركيز وله ضبط معين. إذا هناك اختلال في وقت أخذ الدواء أو اضطراب في الريجيم وعدم أو امتناعك عن شرب الدواء في الوقت المناسب والكمية المناسبة راح يأثر على الحالة الصحية تاعك وتدهورها. إذا أصحاب الأمراض المزمنة نقول لهم عندكم رخصة، شوف الطبيب تاعك، إذا كان يسمح لك بالصوم صوم، إذا كان ما يسمح لكش من الأحسن ما تصومش. حتى بالنسبة نعانوا كذلك، ونوجه نداء بما طرحت هذه الفكرة للنساء الحوامل، إذا كانت الحالة الصحية خاصة الفترة الأولى من الحمل وتكون بالوحم وتكون النساء في حال تقيؤ مستمر أكرمكم الله، وربما كذلك الشهية تكون معدومة عليهم وهما يزيدوا يصوموا. إذا ما خفتيش على نفسك أنت، خافي على البيبي الموجود في البطن تاعك. وكذلك النساء المرضعات في بعض الأحيان تكون الحالة الصحية تاعها ما تسمح لهاش، ونلقاها أنها تجازف بالحالة الصحية تاعها وتصوم. إذا الأمر يرجع إلى رأي الطبيب، والله عز وجل قالنا إذا أفطر في عدة من أيام أخرى. يعني إذا كانت الحالة الصحية تاعك، حتى بالنسبة للمرض العادي، المرض العادي بعض الأحيان نصاب به حتى زكام بسيط يجبرنا على النوم في الفراش، الطبيب يقول لك من أحسن أفطر يومين، يعني تفطر هذاك اليومين وتقدر تكمل بقية الأيام في الصيام وتعوض لك الأيام، أحسن من أنك تجبر نفسك على الصيام ويستمر المرض تاعك إلى ربما شهر أو أكثر من ذلك. بخلاف كذلك بعض العادات الغذائية السلبية التي قد تؤثر على قدرة الجسم على التخلص من السموم في خلال فترة الصيام، كذلك من جهة كيف يمكن أن نساعد الجسم على التخلص من هذا السموم وتعزيز جهاز المناعة، وإحنا مع فترة تفشي هذا الفيروس والكل يسعى لتعزيز الجهاز المناعي في جسمه لمقاومة مختلف الفيروسات ليس فقط والأمراض، وليس فقط هذا الفيروس فيروس كورونا. من جهة أخرى دكتور، كذلك ظاهرة تعودنا عليها في خلال الشهر، أو تعود عليها بالأحرى الكثير من المواطنين خلال الشهر الفضيل، وهي النوم من فترة السحور إلى غاية أذان المغرب. ما هي تأثيرات هذا النمط الحياتي الجديد على جسم الإنسان، وأن تغير حياته على خلال هذا الشهر
يعني كما نقولوا يقلب الليل مع النهار. كما ربما كما المثل الشائع، والله أثرت نقطة جد مهمة جدا المتعلقة، اسمح لي للمشاهد الكريم يقولوا من الجول للجول، يركض من الجول للجول، يعني شيء غريب جدا. يعني نقول له وش معناتها صمت رمضان؟ اسمح لي أنا نقول بالنسبة، أنا لست مفتيا لكن نقول أنه لم يصم. إذا كان قلب النهار بالليل، يعني واش أنت في الليل ما قبل كنت تاكل؟ أكيد كنت ترقد، إذا راك في النهار راقد وفي الليل راك تاكل، إذا وراها شهر الصيام. ونذكر فقط أن نعطيكم معلومات جد مهمة خاصة بالنسبة للشباب اللي عندهم هذه العادة، وهي السهر الليل كامل هو نايض وفي النهار يرقد. نقول له الله عز وجل يقول لك وجعلنا النهار معاشا والليل سباتا. والليل عنده ميزات خاصة، يعني لا يمكن تعويض ساعات الليل بالنوم بساعات النهار حتى ولو رقدت في قاعة مغلقة تماما، لأن نحن نخضع ونتأثر بالطبيعة ومتعلق بحركة الأرض حول حركة الأرض حول نفسها وعلاقتها بالقمر. إذن نقول لكم فقط بأن بعد صلاة العشاء عندنا غدة موجودة في الرأس تبدأ تنشط، وهذه الغدة باش تنشط لازم لها الظلام القوي جدا، حتى ضوء الديمو هذاك الموجود في البيت يأثر عليها ويخليها ما تنشطش. هذيك الغدة واش دير؟ تنشط لنا، تطرح لنا واحد المادة في الجسم تقضي على السموم الموجودة في الدم وتقضي على الخلايا السرطانية. ونذكر فقط للشباب اللي يرقدوا لفترات طويلة بزاف في الليل، عفوا في النهار وفي الليل يبقوا سهرانين، نقول لهم هما معرضين لأمراض القلب، لأن القلب محتاج إلى راحة، يعني في الليل لازم يرقد، وحنا نفرص عليه نجبره على العمل، هذا يخليه عرضة لأمراض القلب. كذلك الناس اللي ما يرقدوش في الليل معرضين للشيخوخة المبكرة، كذلك معرضين للزهايمر، اضطرابات النفسية والعصبية، هذه كلها علامات خطيرة جدا، نقول له حذري ثم حذري. إذا والناس هذا اللي عند هذه الصفات نقول لهم ماذا بنا يتخلصوا منها، لأنها أمور غير مفيدة وحتى تأثر على العقل تاعو الدماغ تاعو. والله صدقني أخي مولود، تعاملت كثير من الحالات وين بعد يستمر في النوم يعني في النهار، نقول لك باللي كيبقى له 5 أيام الليل إلى آخره، الدماغ تاعو ينقلب، يصابون بنوبات من الاضطرابات النفسيه والدوخه والهذيان المستمر. طبعا بخلاف ربما السهر حتى الساعات الصباح الاولى، كذلك تناول مختلف انواع الحلويات، وهنا نتحدث عن سمنه مختلف الاضرار الصحيه يتسببها الجسم الانسان، الحلويات، مشروبات غازيه، والسهر لفترات متاخره حتى الساعات الاولى للصباح. وكذلك نقطة ربما أكثر خطورة من كل هذا هي السهر أمام شاشات الهاتف أو التلفزيون لساعات طويلة، والتعرض لهذه الشاشات خصوصا مثل ما قلت مع فترة الحجر اليوم المنزلي اللي يمتد لأيام، وإن شاء الله يزول علينا هذا الوباء في أقرب فرصة. لكن تحذيرات جدية مختلف الهيئات الدولية من مخاطر الإفراط في استعمال هذه الوسائط، الهاتف، اللوائح الإلكترونية، حتى مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة. ونتحدث هنا عن شريحة حساسة وهي شريحة الأطفال. أكيد ربما بعض الآن أغلبية الأطفال الآن راهم في عطلة، والعطلة ربما كما تكلمنا في عدة مناسبات، العطلة تخليهم ربما ما عندوش باش يشغلوا أنفسهم، إما بالتلفاز أو بالهواتف الذكية تاع الوالدين، ربما يقولوا هاك العب بها باش شوية تخليني نكمل الشغل تاعي في الدار وباش ما يكونوش هناك فوضى في البيت، أو اللوحات الإلكترونية نقول أو التابلت. هذه كلها أمور خطيرة جدا، أولا تأثر على تركيز الطفل. نقول لكم فقط إحنا في الزمان كان عندنا الألعاب الإلكترونية الموجودة في قاعات الألعاب، حتى هذه الألعاب ثم تطورت الأمور أصبحت الألعاب موجودة في الهواتف الذكية أو في اللوحات الإلكترونية. نقول له بأن تأثر على نمو الطفل، تأثر على تركيز الطفل، تأثر على تسبب كذلك في السمنة تاع الطفل، وكذلك تعرضنا لأبنائنا لإصابة بالأمراض المزمنة وخاصة السمنة المؤدية إلى ماذا؟ إلى داء سكري. أغلبية الدراسات تقول بأن نسبة كبيرة من الناس الأطفال اللي يبقوا لساعات طويلة مقابل أو هم يشاهدوا في أو يلعبوا في الألعاب الإلكترونية في الهاتف يصابون بداء السكري، وهذا أمر خطير جدا، وكذلك نسبة ارتفاع نسبة الدهون عندهم. كذلك يأثر في الدماغ تاعهم، لأنهم دائما نلاحظوا أن هذه الفئة تلقاها ما يركزش في الدرس،
نعطيكم صورة توضيحية. تقول الدراسات أن الطفل اللي يلعب أو يشغل نفسه بالألعاب الإلكترونية عندما يذهب إلى المدرسة أو عندما يفتح الكراس تاعه للمذاكرة أو المراجعة يبقى دائما يحلم ويعاود السيناريو تاع اللعبة الإلكترونية، وكذلك الفوضى اللي تخلقها في الدماغ تاعه، لان بعض الاحيان يدخل بعض المشاهد اللي تكون عنده مؤلمه جدا كالالعاب الشرسه والقويه جدا، وحتى الالعاب سباقات السيارات اللي تكون فيها نوع من خلق شاب فوضوي وعنيف من خلال السرعه الجنونيه، ويقولوا فقط دير السرعه لتصل لتحقيق ركور او رقم قياسي بدون مراعاه للجانب الانساني وتحطيم كل الممتلكات اللي من خلال ذيك اللعبه. هي لعبه تبدو لعبه لكنها تكوين نفسي خاطئ وانشاء يعني رجل غير صالح في المستقبل. اضرار ربما الافراط في استعمال هذا الهواتف النقالة أو مشاهدة التلفزيون وغيرها حتى علينا احنا يعني كبار السن، قد نعاني من هذا الاستعمال المفرط ومخاطره الوخيمة على صحة الإنسان. نختم ربما بنقطة مع بداية شهر رمضان وقبله بيومين شهدنا إقبال كبير للمواطنين على مختلف المحلات التجارية، الأسواق الجوارية للتحضير لهذا الشهر الفضيل، لكن ربما هذا العام مع تفشي هذا الفيروس وكذلك مع التخفيف نوعا ما لإجراءات هذا الحجر المنزلي قد يدفع بنا إلى دعوة المشاهدين الكرام إلى مزيد من الحيطة، إلى تطبيق إجراءات الوقاية من هذا الفيروس والتباعد الاجتماعي اللي ربما شفناها في هذه اليومين دكتور نقصت نوعا ما، فيه نوع من الاحتكاك في الأسواق محلات تجارية وغيرها. أكيد نقول وما كان بعض الناس اللي كان عندهم التزامات في الأيام السابقة واضطروا للتسوق، وخاصة عند عملية تمديد ساعات الحجر الصحي. نأكد فقط أن هذا الفيروس ما يرحمش، والله تعاملت مع كثير من الحالات نقول له إذا ضقت بك نفسك من هذا الحجر الصحي نفسي يعني نقول نفسك يعني الحالة النفسية تاعك، نقول لك جرب وإن شاء الله ربي يعافينا كلنا، جرب الجهاز التنفس الاصطناعي يوضعوه للمريض عن طريق التخدير الكلي، يعني شيء مؤلم جدا، ودعوة للمواطنين بالالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، يعني نتباعدوا فيما بعضنا بعض، يعني ما نخلوش الاحتكاك ونحافظوا على مسافة الأمن. هذه مسافة الأمن موجودة في الطرقات، موجودة حتى في الحيوانات، يعني كي يقفل تلقى الغزال قاطع الغزال دائما يخلي مكان، يخلي مسافة أمن فيما بينه لأنه يقدر أنه يحمي نفسه في حالة خطر معين باش يقدر يهرب. إذا الدعوة للمواطنين إلى احترام مسافة الأمن أثناء التسوق. الإنسان كذلك إذا كان يعني أخي والله الحمد لله ما كاينش اللي يموت جيعان في الجزائر، حافظوا على أنفسكم وحافظوا على الأهل تاعكم، إذا لقيت مكان فيه تجمع لعدد كبير من المواطنين تجنب ذلك المكان، ابحث عن مكان فيه خالي واقتني المنتجات اللي تحب تشريها. كذلك لاحظنا تكاثف لبعض المواطنين على او قاعات البريد ومحطات البريد للحصول على المال تاعهم، نقول له كذلك هذا امر خطير جدا، ربما تجيب هذاك المال وراح تنقل المرض الاسره تاعك والتكلفه الاجتماعيه والاموال اللي حتصرفها باش تعالج تاعك وتنقل الى اخره حتكون باهظه، في بعض الاحيان يكون الثمن غالي وهي الروح تاعك. اذا يجب علينا ما ننساوش بالان نحن الان في حاله حرب بيولوجيه متعلقه بوباء كوفيد اللي يحدد حياه الانسانيه جميعا، ماذا بينا نحافظوا على التباعد فيما بيننا وما نخرفوش اجراءات الحجر الصحي. البارح كان اول شهر رمضان، الحمد لله نقلت البارح في الليل ولاحظت باللي الامور كانت تصير 99% رائعه. أتمنى السلامة الجميع المشاهدين الكرام. الدكتور محمد كواش طبيب عام كنت معنا عبر سكايب من ولاية عين دفلة، جزيل الشكر على كل هذه النصائح اللي قدمتها لنا اليوم.